تهب رياح البوارح من جديد والطقس مستقر وشديد الحرارة في معظم المناطق وتنبيه من التعرض لأشعة الشمس والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، لذلك نود التنبيه والتذكير من عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات النهار في معظم مناطق المملكة. ولكن أبرز الأحداث الجوية كما نشاهد هنا لسرعة هبات الرياح، فمن المتوقع بمشيئة الله أن تشتد رياح البوارح يوم الجمعة أو تبدأ يوم الجمعة في المناطق الشرقية، وتشتد مع ساعات نهار يوم السبت كما نشاهد هنا في الخريطة، ونشاهد أن مع ساعات نهار يوم السبت تشتد هذه الرياح بشكل ملحوظ ولافت. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية وتنبيه مرضى الجهاز التنفسي. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض، أجواء حارة كما نشاهد هنا، أربعينية ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية نهارا، ليلا 32 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالا. سكاكا من 41 إلى 26، من 40 إلى 23 في عرعر، في تبوك من 39 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 43 إلى 31، في المدينة المنورة أجواء حارة من 44 إلى 31، جدة من 38 إلى 31، وأخيرا في الطائف من 35 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. أبها 32 إلى 19، في الباحة من 41 إلى 22، وفي جازان غيوم متفرقة من 36 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 43 إلى 29، في الإحساء من 47 إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل، وفي حفر الباطن من 48 إلى 33 درجة في ساعات المساء. في العاصمة الرياض 44 إلى 31، في بريدة 44 إلى 30، وأخيرا في حائل من 41 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.